وانت داخل لنجوم العامرات، شوف ليمينك وتحصل الشاشة التفاعلية للجنة الزكاة بولاية العامرات. خلونا نخبركم عن الشاشة. هذه الشاشة تخليك توصل الخير للغير، يعني الفقراء والمساكين، وما يحتاج عندك مبلغ كاش عشان تتبرع. كل اللي تحتاجه بطاقة الخصم المباشر. نختار اضغط وتصدق الآن. لجنة الزكاة، صدقة، كفارات. نختار على سبيل المثال الصدقة. نختار المبلغ اللي نريده، إذا عملنا الزايد نضاعف المبلغ. ونستطيع الفئات 5، 10، 20، 30 أو 40 ريال. نختار على سبيل المثال ريال عماني واحد، ثم نضغط على تأكيد. يرجى وضع بطاقة البنك على قاري البطاقة لمدة 3 ثواني. نضع البطاقة، ستظهر رسالة التأكيد أن عملية الدفع تمت بنجاح، أصبحت جزءا من مسيرة العطاء. نضغط الآن اضغط وتصدق الآن. شكرا على إحسانكم. نرى المجموع الكلي للتبرعات للصدقات والزكوات والكفارات إضافة إلى النسبة المئوية. Oh,